في 21 من الشهر الحالي ذكرى مجزرة الكيماوي في الغوطة التي كان ضحيتها أكثر من 1700 شهيد قتلهم بدم بارد عبر غاز السارين هذا الأسد المجرم مجرم الكيماوي. مرور 11 عام على مجزرة الكيماوي اللي اعترفت فيها كل الدول، لكن ما زالت غافلة عن تطبيق القرار الدولي وملاحقة المجرم بشار الأسد اللي هو ما زال يجلس في قصر المهاجرين. النقطة الثانية اللي نحن هون يعني واقفين من أجلها هي مسألة التطبيع، وأيضا إغفال عين المجتمع الدولي عن الدول اللي عم تهرول وبتطبع مع نظام الإجرام وبتناسي دماء الشهداء السوريين وملايين المهجرين وآلاف المعتقلين الذين ما زالون يخبعون في أقبية الأسد. بعد أن ارتكب النظام ما ارتكب من جرائم وملأ الأرض السورية مقابر جماعية بأجساد السوريين، بعد أن تبين فشل المعارضة الرسمية التي تبوأت مؤسساتها بأنها غير جديرة بتمثيل الثورة وسلمت قرارها للأجنبي، بعد التطبيع العربي مع النظام شعر النظام بأنه انتصر على دماء السوريين وقتل حلمهم بالحرية. لذلك جاءت انتفاضة السويداء لتعيد للنظام، لتقول له إن الثورة لا تموت ما دامت أسبابها قائمة. We mourn with the Syrian people. For us, it's a very terrible situation. We understand Syrian people, Ukrainian people. You are also victims. You are also suffered from Russian bombs. We remember what happened, chemical massacre in Ghouta. We know, and it's very good you go every time outside and tell about this. All people should know what happened 11 years ago, what happened 20 years ago in Chechnya, in Ukrainian, in Vice Ruslan, in Georgian, in Moldavian. Russia is a terrorist state. We should stop it. We should stop it all together. All together, please. I am from Belarus. I am Belarus dissident. Lukashenko is an agent from Kremlin. Lukashenko is the Putin. Putin is the Assad. I coming to now place with support, and I need support to Belarus, support to my country. Putin destroyed my country. Lukashenko is Putin. Putin is Assad. نحن اليوم واقفين بالذكرى السنوية لجريمة ارتكاب نظام الأسد ومدعوم من بوتين ومدعوم من إيران بقصف الغوطة الشرقية بالكيماوي ب 21 آب 2013، واللي أدى لما لا يقل عن 1800 ضحية وأكثر من 5000 شخص يلي تموا متأثرين لبعض لبضعة أيام ولا أسابيع، متأثرين باختناق وحساسية جلدية من الكيماوي اللي استخدم بهذيك الفترة. وكنا نأمل أنه الولايات المتحدة الأمريكية بهذيك الحقبة والمجتمع الدولي يكون عنده قرار حاسم ضد النظام ويوقفوا عن ارتكابه لها الجرائم. هي نحن الواقفين ذكرت استشهاد أطفال سوريا، أطفال بالمحرر بالكيماوي، ونحن مستمرين بثورتنا حتى إسقاط هذا النظام وعوانه. نتمنى من أخوتنا اللي بالداخل يعني يعملوا شيء حتى نخلص من هذا النظام. نتمنى يعملوا شيء فعلا، يعني شغل على الأرض. استمرار الحراك واستمرار المظاهرات بتأثر على النظام وعوانه. بشار الأسد وشبيحته قتلوا أولاد عمي الاثنين، بشار الأسد وشبيحته قتلوا أعز أصدقائي. هذه المجرمة، العصابة المجرمة، المافيا المجرمة بسوريا اللي عم تبيع المخدرات والحبوب، اللي بشار الأسد الماسوني الكل اللي ما عم يسترجي يضرب صاروخ على إسرائيل، هالابن الحرام هو حافظ الأسد اللي كان ماسوني كل
كيف بوجه صورتنا احنا بشكل عام عن المجازر اللي صارت بسوريا والنظام تكتم عليها والاعلام بشكل عام. احنا جايين نوصل صوره انه احنا شعبنا قتل تحت الكيماوي والقصف والدمار، وشعب وقسم كبير ناس معتقلين. انا اقاربي كثير من قتلهم النظام، تشرد كثير ناس. ذكرى مجزرة الكيماوي التي راح ضحيتها الالاف من المدنيين على يد نظام الإجرامي نظام الأسد وزبانيته في دمشق، ويقومون بهذه الوقفات على المجتمع الدولي يقتص لهم من قاتلهم ومن مهجرهم بشار الأسد ونظام حكمه. لإنفوغراد النمسا ميديا من أمام دار الأوبرا الشهير في فيينا، أدهم اللجي. انت سوري حر.